هلا وصلنا للفقره، يعني احنا قاعدين عم نشوف زراعه وما زراعه وهي الاشياء. اليوم معنا حنين الترتير. مهندس حنين الترتير بدها تحكي لنا اكثر عن نبته الاوليفيرا وتحكي لنا عن الابصال الشتويه. المهندسه الزراعيه حنين، يسعد لي صباحك. صباح الورد. يعني انا شايف اليوم في اشياء كثير حلوه، اشياء معموله واشياء احنا بدنا نعملها. بالضبط بالضبط. تحكي لنا اكثر اول شيء عن نبته الاوليفيرا او صبار الاوليفيرا. تمام. هلا انا مهندسه زراعيه، تخصصها في مجال الزراعة المائية والنباتات الزينة الداخلية وبرضه الخارجية. تمام. بالأخص الأبصال الزينة كتير عليها طلب طبعا. هلأ بكتر الطلب على الأبصال الصيفية. هلأ لأنه الأبصال الصيفية بتنزرع في هذا الوقت أو يعني لبعد أسبوعين. تمام. بتبلش زراعتها وبتزهر بعد 3 أشهر من الزراعة. جميل. طيب نيجي نحكي احنا عن صبار الاوليفيرا. صبار الاوليفيرا المعروف عنه انه هو نبات ذو عصاره، فيه عصاره، وهي العصاره تستخدم في المستحضرات التجميل، المستحضرات اللي هي للاستطباب وما الاستطباب وهي الاشياء للبشره. لاي مرض جلدي كثير كويس، حتى يعني هلا عم بيعملوا عصير اوليفيرا يعني كثير كويس لحتى امراض المعده. تمام. يعني قد ايه تطور يعني قديش مزاياها. احنا هي معنا على الارض هنا. يس. بقدر ارفعها. ثواني بعد اذنك ارفعها هون عشان تبين. ممكن هون. يلا. هاي نبات الاوليفيرا، خلينا نحكي عنها بشكل ادق هيك وسريع. هلا هاي نبات الاوليفيرا نبات جدا متحمل. افضل شيء تكون التربه اللي لها ذات صرف جيد. تمام. يعني ممكن نخلط التربه العاديه مع بيتمس. تمام. هلا زي ما انتم شايفين هون كثير في صباريات، فسخت الصباره الام لعده صباريات. هلا كمان شوي يعني حتى من هلا بتبلش موعد تفسيخهم. تمام. بنشيل الصباره هاي، بنشيل الصباره. تمام. يعني هاي اسهل شوي. تمام. ممكن حتى نقلبها كلها، نقلب كل الرمل. تمام. وبحذر نشيلها زي هيك. هيك احنا شلناها. ايوه بالضبط. اشيل لك هاي زي هيك. تمام. وبنزرعها. بتزرعيها حتى في فسخه صغيره هون. هاي بتصير النبات الام. تمام. كانت النبات الصغير هلا بتصير النبات الام. جميل. وبتتكاثر في هاي الطريقه. بنزرعها في تربه جيده الصرف. تمام. وبالاضافه للقوار يكون كمان مخزوق من تحت. يعني لازم القوار يكون مخزوق من تحت عشان يكون في صرف للمياه وما تعفن النبته. وبالاضافه لانه يعني هذا السماد سماد عشرينات، لازم تتسمد كل فتره والثانيه بسماد عشرينات. سماد عشرينات، هذا سماد عشرينات. بالزبط. هذا بكون موجود في محلات اللي هي بتهتم بالزراعه. بالضبط. وفيهم يطلبوا من عندي، يعني انا عندي. تمام. صفحه جاردن جو. حلو. فيهم يطلبوا اي شيء من عندي. طيب هلا هي المعروف والمفهوم انه نبات الصبار او صبار الاوليفيرا عفوا ينبت في الشتاء وينبت كمان ايضا في الربيع. نبات دائم. نبات دائم. اوكي. الاوليفيرا رائع دائم. طبعا كيف طريقه استخلاص الماده؟ طبعا هاي صغيره، هي بس تكبر بتكون طولها يعني العصارة. بتوصل ل تقريبا 75. ما بعرف اذا بتبين العصاره معنا. هي العصاره ممكن كمان هيك اسهل هيك. ايوه هاي العصاره يتم استخلاصها. أيوة. خلينا نسميها اللي هي المستحضرات اللي بتختص بالبشره. بالضبط بالضبط. للشعر كثير كويسه، يعني رائعه الاوليفيرا للحروق الخفيفه. مش نبات سام. مش نبات سام طبعا لا، لانه احنا مرات بصير عندنا لبس انه هاي النباتات بالذات الشيء الغريبه او الصباريات في منها مرات بكون سام. لا 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 نهائي نهائي، بالعكس بتتاكل يعني. تمام. طبعا. طيب. هلا ايش يعني لازم احنا نشيل الجزء الخارجي. صحيح. ونقشرها والماده اللي جوا نستخلصها. هلا في ماده ممكن تستخدم زي الصفرة. هاي الماده الصفرة هاي لازم تنغسل قبل. تمام. ما ناخذ الماده اللي جواها. تمام. طب ما بتفقد نوع من خصائصها اذا غسلت؟ لا طبعا انت بتغسل يعني، بس نشيل الحواف اللي لها اللي هي. تمام. المدببه، الحواف المدببه هاي. تمام. بصير ينزل شوي شوي ماده صفراء. هاي الماده الصفراء لازم تنغسل. فما زي الصبار العادي يعني. لا ما بتأذي ما بتأذي نهائي. صحيح. طيب انا شايفك انت جايبه كثير اشياء. بدك تعملي لنا. تمام. طيب مباشر شو رايك؟ مباشر. تمام. يلا هاتي اسعدك. طبعا هلا احنا بدي احكي لك طبعا اول شيء تحياتنا لعادل، نحن وسخنا له الاستوديو.
هلا في هدي اساعدك انا الابصال الصيفيه زي الاضاليا. الاضاليا طبعا الكل بيعرفها. هاي الاضاليا زي البطاطا زي الدرنات، ابصالها زي الدرنات. يعني هي ما بين الابصال والدرنات زي البطاطا. نوجهه للشاشه بس الكاميرا او بنقدر نفتحه؟ نقدر نفتحه طبعا عشان يشوفوا المشاهدين. طبعا في منها كمان الوان، اللي هي في لون الزهري، في لون اصفر، في كمان هذا اللون كثير متعارف عليه كمان هذا اللون على اورنج. هدول طيب بيعيشوا بطول السنه؟ بدهم عنايه؟ بدهم ممكن يموتوا؟ هلا طريقه الزراعه اللي لهم هيها طبعا طبعا هذه يعني بالخارج خارجي مش داخلي. تمام. بدها اضاءه، بتزرع في تربه جيده الصرف، اما في قواوير او في عادي في الارض مباشره. حلو. طبعا يفضل انه تنخلط في الارض في سماد عضوي. تمام. السماد العضوي هذا كثير كويس لانه يفكك التربه ويخليها جيده التهويه والصرف. طيب النبته اللي معنا هون ايش هي؟ هلا هاي هايسنت، هذه من الابصال الشتويه. تمام. هاي من الابصال الشتويه، الهايسنت، التيوليب، في كمان عندنا النرجس، في كمان عده ابصال، هاي شتويه. تمام. هلا الابصال الصيفيه هلا زي هاي كثير حلوه، بتزهر تقريبا مرتين في السنه. هاي اسمها الأمارلس. في منها لون ابيض، امارلس. اوكي. في منها ابيض، في منها زهري، في منها عمشمشي، الوانها كثير كثير حلوه. تمام. اليوم انت شو حتساوي لنا؟ هلا رايحين هلا راح احكي شوي عن هذه اللي اليوم. في عده ابصال صيفيه، طبعا موعد زراعتها زي ما حكينا يعني من هلا لا يعني كمان شهر، وبتزهر بعد 3 أشهر من الزراعه. هاي الذره الملونه؟ هلا هاي كمان موعد زراعتهم. هاي بذور، هاي ذره ملونه، هذا جرجير. يا سلام. في جرجير هلا موعد زراعته، فالواحد يستغل هاي الفتره. بقدونس كمان. وفي بقدونس، في كزبره وريحان، يعني كل انواع السلطه موجوده يعني. اللي بدكم اياه. بالاضافه لبذور ورد. هلا البذور هاي شوية كبيرة. تمام. شوية البذرة اللي لها كبيرة، فلهيك سهل إنها تنزرع، مش بالصعوبة اللي زي ما تكون البذور صغيرة. صغيرة كتير. صحيح. بدها صواني تشتيل يعني ممكن هون. ما بعرف إذا بتبين معنا هيك. وحتى يفضل إيش هلأ بدنا نزرع شوية بذور. طيب وشوية أبصال. تمام. هلا طبعا في عنا بصلة الكالا، في هاي بصلة الكالا، هاي بتصير نبتة كبيرة يعني بتزهر تقريبا حوالين 5 أزهار وممكن أكثر. طبعا في عنا سماد للأزهار. أول شيء بنسمد، أول ما نبلش زراعة بنسمد بسماد عشرينات، بعدين لما يطلع النمو الخضري بنبلش في السماد الازهار على اساس ان يكون في عندنا نسبه ازهار عاليه. تمام. نسي لك الطاوله شوي عشان تشتغلي. تمام. انت ايش بدك تزرعي اليوم؟ بنزرع هاي هذه لي اليوم. يلا. وبنزرع كمان الجلاديولا. هذه الجلاديولا كثير كثير حلوه، كثير حلوه، ويعني تنزرع في اوقات مختلفه من السنه، يعني من هلا لكمان 3-4 أشهر بتنزرع. تمام. فهلا بدنا نبلش الزراعه، طريقه الزراعه. تمام. طبعا البصله لما يزيد حجمها بدها عمق اكبر. تمام. طبعا هذا زي ما بيسموه الجوار، هو مش مثقوب. المفروض يكون مثقوب. هو له زي ثقوب هون بس مش مثقوبين، لازم يكون مثقوب من هون. ليش؟ عشان يسرب المي، عشان ما تعفن البصل. اوكي. او النبته يعني بشكل عام. تمام. لازم يكون اوكي في صرف،
ما دام في ري لازم يكون في صرف عشان ما تعفن النبتة الجذر. هذا تراب طبيعي هذا. هذا بيت موس عبارة عن يعني ورق شجر فوق بعض بيكون في المناطق الاستوائية. ورق شجر ولا تربة هذا؟ ورق شجر في المناطق الاستوائية بتحلل بصير تربة. هي ما بعرف إذا مبين معكم. أوراق شجر تحول إلى تربة وفعليا ناعمة يعني. هذا ممكن ينخلط كمان مع تربة عادية يعني نص بنص تلتين بتلت. تمام. هلأ راح نشوف هاي هذه الجلاديولا. هاتي أساعدك شو رأيك؟ لا في مشكلة. يسلم. 100%. هاي شكل بصلة الجلاديولا. تمام. من فوق هلأ هذا الجزء بيطلع منها الجذر. وهذا الجزء بيطلع منه النبتة. النبتة. هلأ في شغلة بدي أحكيها ملاحظة. هلأ ممكن إحنا نكثر البصلة. تمام. كثرها. نكثرها. كيف؟ في طريقة بنعملها زي سكوبينج تجويف. تسمى تجويف هاي المنطقة. هاي المنطقة اللي بيطلع منها النمو الخضري. أوكي. فبنمنعها إنها تطلع وبتصير تطلع حولها بصلات أو ممكن بطريقة التقطيع كمان. تمام. نقطعها ونزرعها فبتصير تعطي حولها أبصال. تمام. يعني بتطلع نمو خضري بس مش زهر. تمام. تمام. هلا نعمل تجويف. نعمل فتحة هيك بعدين بنحطها على عمق تقريبا بساوي حجم البصلة نفسها وكمان ممكن العمق كمان نفس الشيء يساوي يعني ضعفين البصلة. تمام. ضعفين حجم البصلة. تمام. وكمان ما بين البصلة والثانية كمان نفس الشيء. أوكي. نفس يعني قد حجم البصلة ما بين البصلة والثانية. أوكي. تمام. بنزرعها بنطمها وبنسقيها منيح. تمام. الري تبعها كيف بكون بداية؟ الري يعني لازم تضلها رطبة. تمام. لا بداية هلا احنا زرعناها بحاجة كوب مي او لتر مي قديش بحاجة حسب تقريبا؟ حسب القوار زي هيك خلينا نحكي. حسب القوار لعند ما ينزل من تحت المي. تمام. اكتفت. طبعا في لازم يكون القوار صحن. تمام. عشان ما يسرب المي. فيعني لما تبلش تسرب خلاص بنوقف يعني هيك بتكون تشبعت. طبعا يعني ما بين كل ري والثانية لازم اول 3 سنتي نحسها في ايدنا في اصبعنا نحط اصبعنا ونشوف انه رطبة ولا لا. تمام. اول 3 سنتي عادي تكون كل قديش ناشفة. لازم احنا نسقيها اذا كانت ناشفة تحت ال 3 سنتي لازم نسقي. كل قديش لازم احنا نسقيها مي؟ كل يعني ما بحكي لك كيف طريقة يعني لازم بالاصبع تختلف بتختلف حسب وصلت. الجو مثلا وصلت. اذا جو كثير حامي وهيك فبدنا فترات اقصر. تمام. من الري. تمام. التمام. والتسميد كل 3 اسابيع مرة. اوكي. اول شيء بنبدا في سماد العشرينات بعدين بنبلش في سماد اللي هو للازهار. تمام التمام. يعني هاي خلال قديش ممكن نشوفها زهرة تقعد وقت؟ هاي تقريبا بدها 3 أشهر. 3 أشهر 100%. بدها حرارة وبدها ضوء شمس. بدها ضوء شمس. تمام. هلا في طريقة كمان البذور. البذور كمان نترها يعني على الخارج ولا منح؟ طريقة الزراعة اللي إلها بنعمل هيك بنمسك كمية بعدين بنخلطها طبعا في مكان لازم. أوكي. لازم يعني بعبوة صغيرة أو يصير هيك. في مزج مع بعضهم البعض بنخلطهم. تمام. بعدين بننثرهم عشان التجانس يكون في تجانس. أوكي. هيك بننثرهم صحيح حتى على مساحة أكبر يعني هاي كمية كبيرة حطيت أنا. تمام. المفروض أقل 100%. طبعا بدي احكي شوي كمان عن في هاي النبتة. هاي الكالة. هاي نبتة الكالة. هاي الكالة اللي هي خلصنا نفس هاي بس تكبر بتصير زي هيك. تمام. من بصلة واحدة بطلع لنا اكثر من وردة. لسه هاي يعني بتقعد بتزهر يعني كمان لسه كمان 5 شهور لقدام. هاي داخلية ولا خارجية؟ خارجية. خارجية. قد ايه بدها وقت لتنبت زي هيك؟ هاي خلال قديش نبتت هيك صارت؟ يعني هاي بدها تقريبا 3 أشهر. تمام تمام. يعني مش مهندس حنين اليوم. وهذه بتضلها طبعا الأبصال سوري الأبصال بتضلها يعني للسنة الجاي واللي بعدها بتدوم معمرة. بتدوم بالضبط. هلا كيف ممكن نحافظ على البصلة؟ تمام. بنشيلها طبعا هذه الكالة يعني صعب شوي تنشال. تمام.
بنشيلها بالعادة وبنحطها بالثلاجة. 100% ثلاجة. بالثلاجة اه. يفضل انها بالثلاجة. 100% يعني باشمهندس حنين شرفتينا ونورتينا. شكرا على هاي المعلومات الحلوة. فعليا مرات هاي الألوان والأزهار بتعطي كثير أشياء حلوة وبتعطي كثير أشياء هيك بتعطي روح حلوة، بتعطي نوع من التفاؤل. احنا بجوز موضوعنا اليوم بيحكي عن التفاؤل، بيحكي عن الإيجابية، بيحكي عن هاي الأشياء. الأزهار والألوان الحلوة كمان تطفي نوع من التفاؤل والإيجابية. أيامك يا رب كلها سعادة ونجاح، بنتمنى لك إياها. شكرا لك جدا. العفو.